طبعا في السياق العادي، في السياق الديمقراطي الحر النزيه، تعقد الأحزاب السياسية ندواتها للإعلان على الترشحات اللي قامت بها في السياق الانتخابي وعلى الدوائر اللي ترشحت فيها وممكن على برنامجها. ولكن للأسف الشديد في تونس 2022 السياق غير السياق. نحن اليوم في ندوة صحفية، جزء منها مهم اللي هو الجانب السياسي بشكل عام، وجزء ثاني متعلق بالمسار اللي نحن فيه البلاد توا وتعيشه البلاد، هو نعيشه في مرحلة انت انتخابات تشريعية. انتخابات تشريعية فقدت من النزاهة كل شيء، لم يبقى فيها شيء من النزاهة أو الشفافية أو حتى في جانب الإجرائي وما إلى ذلك. نحب فقط قبل ما نبدأ المداخلة انتاعي في عمقها نأكد على معنى اللي تفضل به الأستاذ المهندس علي النائب الأول أو النائب لرئيس الحركة للفضاء الخارجي، المتمثل في استهداف الحركة وقيادي الحركة من قبل منظومة الانقلاب بالمتابعات والمحاكمات وما إلى ذلك. احنا نقولوا هالسياق هذايا مش جاي في سياق عفوي، وإنما ملاحظتنا أنه جات في كل استحقاق حسب الخارطة اللي عملها قيس سعيد منذ الاستشارة إلى الاستفتاء إلى مرحلة الانتخابات التشريعية، كانت استهداف ممنهج ومدروس ومضبوط بالتاريخ انتاعه. لنذكر فقط أنه وقع استهداف الأستاذ نور الدين البحيري في ديسمبر 2021 قبيل الانطلاق في موضوع الاستشارة، ليقع اختطافه واحتجازه قسريا طيلة 67 يوم ليطلق سراحه تقريبا قبل انتهاء الاستشارة الإلكترونية، ثم لتفتح فيما بعد قبيل الاستفتاء 25 جويلية صفحة أخرى من الملاحقات والمحاكمات اللي تعرضت لها الحركة باتهامات جيزفية تتمثل في ما يسمى بجمعية نماء والانستالينجو، وشهدنا تلك المحاكمات. ولكن استمر السيناريو، نفس السيناريو في ما قبل أو أثناء الإعداد للانتخابات التشريعية، ليقع استهداف الحركة مرة أخرى في شخص رئيسها وبعض قياديها مثل الأستاذ علي العريض والشيخ حبيب اللوز في نفس تلك القضايا. هذا ما هوش عبثي وما هوش معنى عادي، لأنه هذا في إطار نوعا ما إلهاء الرأي العام عن القضايا الأساسية في البلاد من صعوبات معيشية واقتصادية وما إلى ذلك، وكذلك كنوع من حصر الحزب الأول في البلاد الذي يمكن أن يؤثر إذا شارك في أي استحقاق من الاستحقاقات بتلك النتائج. ولكن نحن في حركة النهضة مبدئيون في موقفنا. نحن من أعلننا يوم 25 جويلية 2021 أن ما اقترفه رئيس الجمهورية من تفعيل الفصل 80 يعتبر انقلابا على الدستور وعلى المؤسسات الشرعية للدولة، ومن هذا المبدأ قاطعنا الاستشارة وقاطعنا الاستفتاء وكذلك أعلننا مقاطعتنا للانتخابات التشريعية.